الداخلية تعلن عن حزمة مهام جديدة إلزامية لطالب اللجوء تسجيل صوتي يكشف محاولة حزب الشعب الضغط على محكمة الفساد النمسا تسجل رقما قياسي في حالات الإفلاس للشركات في النصف الأول لعام 2024 شرطة المساعدات تكشف عمليات احتيال بقيمة 25 مليون يورو وانخفاض اسعار السيارات المستعمله بعد ارتفاع منذ حرب اوكرانيا واخيرا بدا التقديم على مساعده حتى 2000 يورو لترميم وصناية وصيانه المنازل مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره الاخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشر أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن إجراءات جديدة لطالب اللجوء تشمل إلزامية العمل وقائمة من الالتزامات وتوسيع مشروع بطاقة الأداء العيني وستلزم هذه التدابير اللاجئين بأعمال مجتمعية لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وفي حال رفضهم سيتم خفض مصروف جيبهم من 40 إلى 20 يورو كما ستفرض دورات تدريبيه إلزاميه حول القيم والثقافه النمساويه تشمل مواضيع كالمساواه والديمقراطيه. وأشار كارنر إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز اندماج اللاجئين. أكدت لجنه تحقيق شكلتها وزاره العدل النمساويه وجود تدخلات سياسيه خلال فتره رئاسه كريستيان بلناشيك لقسمه في محكمة الفساد والذي توفي في حادث سيارة وأعلن رئيس اللجنة مارتن كرويتنر أن جميع النقاط الواردة في التقرير البالغ 230 صفحة الذي يغطي الفترة من عام 2010 حتى عام 2023 تم التحقق منها وتتضمن تسجيلا صوتيا لبيلنا تشيك يتحدث فيه عن محاولات حزب الشعب التأثير على التحقيقات كما كشفت عن ملفات سريه على لابتوب بلدانشيك تشمل مراسلات مع أشخاص مقربين من الحزب وأشادت وزيره العدل المازادتش بعمل اللجنه وأكدت على ضروره تعزيز استقلاليه القضاء. شهدت النمسا ارتفاعا ملحوظا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت ألفين وثمانية حالة بزيادة خمسة عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى في الخمسة عشر عاماً وفقاً لإتحاد دائني جبال الألب. وارتفعت الالتزامات المالية بنسبة 900% لتصل إلى أحد عشر مليار يورو مع بروز حالات إفلاس كبيرة في قطاعي التجارة والعقارات. ويتوقع الاتحاد وصول حالات الافلاس الى سبعه الاف حاله في الفين اربعه وتركزت الالتزامات الماليه على افلاس شركه سجنا ومؤسساتها التابعه لها بالاضافه الى افلاس الشركه النمساويه التابعه لشركه فيسكر الامريكيه وعلى الرغم من زياده حالات الافلاس ظل عدد الوظائف المهدده ثابتا عند تسعه الاف واربعمائه واحد عشر وظيفه كشفت فرقة مكافحة الاحتيال على الضمان الاجتماعي بالتعاون مع المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية عن 4700 متهم في النمسا العام الماضي مع زيادة بنسبة 80% في الضرر المالي المت... المنتسب إليهم وصل إلى 25 مليون يورو وركزت الفرقة على كشف أماكن الإقامة الوهمية للحصول على مزايا غير قانونيه ويعزى هذا الارتفاع الى التعاون المشدد مع الاداره الماليه وتضمنت القضايا 99.6% حلولا ناجحه مع 1250 مواطن نمساوي و 3394 غير نمساوي وكانت الجنسيات الاكثر شيوعا الى حد بعيد من سوريا وافغانستان واوكرانيا شهد سوق السيارات المستعملة في النمسا انخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الأشهر الماضية بعد وصولها إلى مستويات قياسية العام الماضي حيث يبلغ متوسط السعر حاليا 27 ألف يورو أقل بنحو 2000 يورو مقارنة بالصيف الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن توافر السيارات الجديدة بعد نقص الإنتاج. والتاخيرات السابقه وارتفاع اسعار السيارات الجديده بسبب تكاليف الانتاج ونقص اشباه المواصلات مما جعل المستعمله خيارا جذابا ويميل المستهلكون لشراء السيارات المستعمله الحديثه لضمان الجوده ورغم قله توافر السيارات الكهربائيه المستعمله يتوقع الخبراء استمرار انخفاض الاسعار مع استقرار سلسله التوريد بدأ من اليوم التقديم على برنامج مكافأة الحرفي في النمسا لدعم الخدمات الحرفيه مثل الترميمات والتجديدات في القطاع الخاص الى جانب توسيع وبناء السكن ويمكن التقديم على المشاريع المنفذه من مارس الماضي ويوفر البرنامج دعما بنسبه 20% من تكاليف العمل بعد خصم الضرائب مع حد اقصى للدعم يبلغ 2000 يورو هذا العام و1500 يورو في العام القادم وخصصت الحكومه 300 مليون يورو لهذا الغرض فيما تواجه الصفحه الالكترونيه للتقديم تحديات تقنيه بسبب الطلب الكبير مما يؤدي الى مشاكل في عمليه التقديم ولذلك على الزوار اعاده المحاوله عده مرات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح ماكين امسية سعيدة والى اللقاء